ابو فله انكشفت اخيرا انت شيعي، فضايحك ما تخلص بتيك توك. ابو فله السني؟ لا يا ولد هذه اوفر، هذه اوفر، انا اسف سبحتكم يا ربي، انا اسف. طيب اوكي، هذا مقطع جايب 3.3 مليون مشاهده. شو هذا؟ اوكي عرفت المقطع، اوكي عرفت المقطع. لا لا لا، اذا انت مو فاهم شيء ترى انا مثلك مو فاهم شيء. خلونا نقرا التعليقات عشان اشوف الناس شنو فهموا. ابو فله الشيعي، اوكي ابو فله الشيعي سعود، بعد محمد الزهراني وش يسوي ذا؟ انا اللي بالفيديو ما اعرف ايش قاعد اسوي. وش السالفه؟ اي دونت نو. سلام على الامام المعصوم ابو فله. اها One minute please. اتمنى منك تنطيني مرادي ايفون. والله عيني تستاهل ايفون وتستاهل بوسه بعد، بس ويكت امام المحصول شو هاي حد يوكل. طبعا اخوكم بالله يا جماعه من طلعت في السوشيال ميديا ولا مره بحياتي رحت عرس، فهذه كانت اول مره بحياتي اروح عرس بعد ما شهرت باليوتيوب. يعني اللي ما يدري عني يا جماعه انا احب كل العروس، كل الثقافات، العروس عراقي مغربي مصري سوداني. الحمد لله انا مخطط اني اتزوج لي اربعه باذن الله. ها شنو اربعه؟ اي نعم الدين نحل الاربعه. ايش تبي انت؟ لو سمحت ما دخل، لو سمحتي كيفي حريتي الشخصيه مالك دخل. بتزوجي اكيد خليجيه مغربيه مصريه شاميه، خلاص ختمت الدنيا وما فيها. الحين هذا مو موضوعنا، انا وين رحت يا جماعه؟ رجعوني انا وين رحت؟ فبعد نص ساعه مشيت من العرس، لان يا جماعه اللي صار معي هذا، شوفوا الفيديو الثاني. ابو فله في اعراس حورات درع. ايوه ابك يا جماعه، انا خلاص اهل سوريا ولك انا دبيت. انا شوفوا شفت العيد صح؟ خلاص اوقف اوكي وبس. هذه قصتنا يا جماعه، شوف قصه جدا بسيطه، بس ما شاء الله تيك توك يعطيك بهارات تفليب. كيف كنت اتابعه؟ ليش دقيقة، انت شنو الغلط اللي شفته مني علشان تقول كيف كنت اتابعه؟ في 35 واحد، هل تتوقعون واحد كلهم قاعد ياكدون ايضا وهم يقولون شلون تابعناه؟ والاثنين يدافعون عني، انا اتوقع انه بيدافعون عني. وربي من جد ليش الدنيا ودي؟ ليش انا ايش سويت بحياتي؟ اوفر صح؟ كيف كنت اتابع؟ توكل انت وياه، مو عاد مكان اتوكل اضرب الباب. حبيبي انقله يلا. هذا مو شيعي، ذي دحه. لا ذي مو دحه، يعني تقول انه شيعي؟ انا قلت انه شيعي، انا اقول ان ذي مو دحه، ولا تشبه الدحه بشيء. ما شاء الله النقاش مثمر يا جماعه، خلونا نكمل، خلنا نشوف النقاش هذا الى وين راح ينتهي. صح، افا استسلمت بهالسرعه؟ الا بس مو دحه سعوديه، ما في الا دحتين، دحه العنزه ودحه بني عطيه. وش اللي مو سعوديه؟ الله الله والله النعم. لا هذه دحه سوريه اعرفها، من متى السوريين عندهم دحه حقت اي قبيله؟ الا الدحه. لا بس الرجال لا يعصب يا جماعه، ما عنده هذا، عنده الله ثم الدحه. لا يفصل علينا، جيجي خلينا نكمل. طيب وش فيه الرجال؟ ممكن تقول لي شيعي يسب الصحابه يعني؟ ايش هذا؟ هذا التدخل الغريب هذا، دقيقه. واحد يندم على افعاله ولا ما كان باب التوبه مفتوح؟ تب وربي يغفر لك ذنبك وذنب. الحمد لله من جد ما عمري تقبلته. ليه؟ وربي ارضاء الناس غايه لا تدرك. جماعه دقيقه قبل اكمل التعليقات، انا عندي تعليق بسيط. قاعد تكتبون تعليقاتكم، اسمعوا تعليقي بليز. اكسكيوز مي بليز. ما ادري، قاعد اشوف ذكر للشيعي وذكر للسني كثير. جماعه الخير، كل له حريته في اختيار مذهبه وحريته الشخصيه. شيعي ويفتخر، شنو ذنبي؟ سني يفتخر، شنو علاقتي؟ اولا كانسان كل واحد له حريه مذهبه، مالي دخل، انا مالي دخل عيني، انا مالي دخل. ايش فيني قلبت عراقي يا اسطى؟ شو علاقتي؟ لا بصي ما يسوي كذي، دقيقه. كت 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 كت. اخوان الشيعه احلى تحيه، اخوان السنه احلى تحيه، اخوان المذاهب الاخرى بعد احلى تحيه. الله يوفقنا والله يهدينا والله يجمعنا في الفردوس الاعلى باذن الله. الطائفيه والكره، ابو فله الشيعه ابو فله السني. اقسم بالله ترى عصب، انا لا عصبت ترى، اقلب عليكم كلكم. يعني شنو بتصير ملحد؟ لا تعصبوني، لا تعصبوني، ترى اطلع من فريقكم. حتى انت يا ابو فله الله يشفي وقوي. بس لا كذا كثير.
لا كذا كثير. لا 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 حبيبي، الحمد لله الصحة، الحمد لله صحتي تمام، رجولي تمام، رياضة الحمد لله صحة تمام. شوف حبيبي حار، رياضة الحمد لله، شوف صحة تمام، راس تمام، ايد تمام، عيون تمام. ابو فلع نزي، والله النعم بالعنوز، متواضعين جايبين السائغ يغني معهم. هذا يكون قصده. لا اصيدك في كلمة غير اخلاقية ودي اقولها صراحة، احتراما للكاميرا راح اوقف، ولا تدري شلون؟ انت قليل احترام. هو من دولة افريقية صح؟ لا لو سمحت انت مخربط، انا من دولة لبنان العريقة الجميلة جدا، سويسرا العرب لو سمحت، وكل فخر واعتزاز باقي دول العالم، ولكن افتخر اني لبناني. يا ولد ايوه، شوف 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 قوية تغادي، الله الله ايوه. طيب ليه يسبح؟ يا هذه يعني عرفت تغيير كذا، هاي حركة قوية ترى بالعروس يا جماعة الخير، لا تلوموني، واحد ما اروح عرس كثير يعني. هذه لما تتعب اعضاء جسمك كله يتعب من الرقص والدحة والتحية خلاص، هاي وضعية مريحة جدا اللي هي شنو؟ يا ولد يا ولد يا ولد ايوه يا ولد ايه يا ولد ايه يا ولد، واذا صرت محترف فيها الليفل اللي بعده شلون؟ كيف راسك كده يا ولد يا ولد يا ولد ايوه يا ولد ايه يا ولد، لا لا يا ولد لا لا، الليفل ماكس حقه بعد ما خلاص تتقن حركة الراس انك تقول يا لا لا يا لا لا يا لا لا، شوف يا لا لا اوه يا لا لا اوه يا لا لا اوه يا لا لا اوه ايه 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 ايه، هذه حيل ليفل عالي، ايه ايه هاي حيل ليفل عالي. وبس شكرا لكم، كان معاكم اخوكم التعليم الحركات العرس الرقصية في العروس الجميلة، والله يبارك للجميع واحلى تحية للجميع، والله الله اكبر. يا بعد روحي حسن ان شاء الله الدوم هيك مبسوط. يا الله من هو لين؟ اقسم بالله جنس الانثوي دائما حنون ولطيف، احنا يا جماعه احنا فريقنا الرجال، اقسم بالله العلي العظيم ان احنا ناس يا اخي والله جنس الانثوي لطيف، يا الله يا ليتني منهم. قدوتي باليوتيوب بإذن الله أقابله غريب بإذن الله، يا ديد إنسايد إن نتقابل بإذن الله. حبيت إنك كاتب قدوتي في اليوتيوب مو قدوتي في الحياة، قدوتنا في الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما في اليوتيوب فشرف كبير إنك تحطني قدوة إن شاء الله بأمور بسيطة بإذن الله. يعطيكم العافية، شكرا لكم حبايب قلبي، أحرجتوني والله. أبو فلا في صالة 18 في الكويت، لما إحنا يكون عندنا عرس نروح هذه الصالة. يا هلا ومرحبا والله، حياك الله، والله جاب الصالة بالضبط، كفو عليه. نحن ننتظر فيديو أبو فلا الجديد. أهو نحن ننتظر ابو فله فيديو الجديد. ابو فله لا 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 لا، ابو فله يدعم اسرائيل. انت يا اخوي بخير؟ دقيقه خش في التعليقات. اوكي قاعد يضحك ينكت، قاعد تضحكون. اوه الكل قاعد يضحك. اسرائيل كنت حاس ان ابو فله في عرق سوري. لا يا جماعه انا ما فيني بس عرق سوري، انا فيني 22 عرق من 22 دوله في الوطن العربي، فكل عرق على دوله في الوطن العربي. الله 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 عليك يا ابو فله، مو طبيعي مو طبيعي، يعني احب كل دول الوطن العربي، احبهم كلهم، احبكم ما احبكم، اشتقكم اوصف بكذا ما فيش. ديما مغرب، ولك ديما مغرب، ديما بزاف نحبكم، كان عشقك تدخل تبارك تربح ايفون، ترقص معاه تربح سياره. صراحه يعني بالعرس كانوا في 3 فازوا بايفون، يعني لانهم قدروا يطبقون الرقصه الخاصه. ما شاء الله المقطع عفوي مع الكفيل والسواق، مدرسه في الاخ. اضحكوا له اضحكوا له تبع اضحكوا له اضحكوا له اضحكوا له. اول مره ادري ابو فله يسوي دحه، يا جماعه ترى تبون دحه؟ ها هي هي يا ولد هي اي اي يا ولد. ابو فله الصاطي، وربي انت الصاطي يا كبير، سقط جسرنا ابو فله عوافي يا كبير، انطاح الجسر نبني غيره يا الصاطي. ابو فله تخرج من جمعيه الاطفال ذو الاعاقه، تعليقك مو حلو،
يعني لو سمحت ما عندنا شيء اسمه ذو إعاقة، في عندنا ذو الهمم. أرجوك خلك راقي بمفرداتك وليس ذو الإعاقة يا معاق ذهنيا. اثنين، وشلون انت ماخذ 600 لايك؟ تكتوك ماني فاهم تكتوك شلون وضعه؟ أي واحد يجيب دعم لايكات ماني فاهم. جاي طلبية من نيجيريا. اوكي هذا يضحك. كم لايك ماخذها؟ 390. والله انك مظلوم، والله انك مظلوم صراحه مظلوم. هو من الكويت خله يلعب لعبهم. الله يشفيه معاق ذا، اللهم يشفيه كل مريض الله لا يبلانا. ابو فله صار شيعي، الله يشفيه معاق ذا. عذروه يا عيال، عبد وشيعي. انا كيف كنت اتابعه؟ كرنج. خسرنا متابع من بين 40,639,887. شو اسمه؟ دقيقة بس، شو اسمه؟ خالد. لا خالد، بالله عليك ارجع يا خالد. خالد احتاجك. يعني تبي تقرني بس دقيقة؟ شوف كنا 700 دقيقة بس، الحمد لله عوضناك. لا امسح امسح، انا ما ابي اكون وصف كذا. انا امسح والله يا جماعه، انا مو كذا يا جماعه، والله اني احبكم. حتى اللي الغوا الاشتراكات، حتى اللي يشوفوني من بعيد، بس يعني ابدين معلمنا قول خير. انا اصمت يا اخي، ما ادري ليش تهجم علي كذا، يعني ليش؟ ما اقدر، لازم اتعامل معاك بطريقه كوميديه نوعا ما عشان لا اتضرر نفسيا، يعني عرفتوا كيف؟ شيعي دمه ثقيل، امه داعيه عليه ذا. يا جماعه هدوها. دقيقه، هذا منو؟ خش شوف صورته. طفل صغير ذا. هذا لما والخد برقي. شوف انت مسوي فيها درباوي الحين حبتين يا ولد، حاط لي الوانيت وملاطم وجهك. دقيقه الحين شنو اكتب؟ اكتب نفس تعليقك. بس تدري شو راح اسوي؟ راح اكتب لك تعليق حلو ولك والله انك ساطي. شاف نزل راح بوست. شاف اكون احسن منك يا حبيبي. ارد عليه وعامل بالاحسان حتى لو الناس عاملوك عكس الاحسان. يغلد اسمي يا عفو الله يا رحمن. انا اكثر واحد الناس قالوا لي تقلد، اول شيء بدر انت، بعدين مستر بيست، بعدين سبيد. ايش يكون يا جماعه الخير؟ ترى المحتوى مو لهم، محتوى مو لبدر انت ولا لمستر بيست ولا لسبيد ولا لمدري منو مستقبل راح تقولوا لي انا اقلده. ثاني شيء هذا من سبيد، هذا كم واصل؟ 22 مليون. دقيقه خلنا اروح اشيك عليه. بي كم واصل؟ 26 مليون. لا زين كفو عليك سبيد، تحيلك تحيلك انت تستطيع. دقيقة شفا كم واصلة؟ 43.800. يلا قربنا دحوا ثلاث ساعات بعد ما هزمته في فيفا. حبيبي بعد ما فاز عليه يا جماعة ترى راح أعلنها أمامكم، بعد ما فاز عليه أنا كلمته كل مرة أقوله خلنا نلعب جيم ثاني، خلنا يقعد سحب علي. تعرفون اللي مرة واحدة يفوز بعدين يهرب؟ هذا النظام، دحوا ثلاث ساعات، هذا دحوا ثلاث ساعات. اطلع أمام العلن ورد عليهم إن كنت تستطيع. كم مرة قلت لك خلنا نلعب ونصور مقطع؟ كلها تهرب مني. لأنك تعرف يقينا تاما في داخلك أنها مشت معك سلك وما تقدر مرة ثانية تعودها. أنت عارف وأنا عارف. يا محظوظ. قاعد امشي كذا بالسوق او اتمشى بالشارع اسمع ابو لفه. لا حول ولا قوه، تعال ارجع العب معي لو انك رجال. شدوا حيلكم عشان نوصل لل 50 مليون بالنقل.